بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوميات أسرة بسيطة. أهلا بيكم يوم الوقفة. أنا هقول لكم على الطقوس اللي احنا بنعملها أو الحاجات اللي بنعملها كل سنة، وأنا متعودة أنا والبنات نعملها كل سنة. النهاردة طبعا الوقفة بالليل بعد ما بنخلص الفطار آخر يوم رمضان. بنبتدي بقى نحضر. احنا خلاص طبعا احنا عملنا الحاجات الأساسية في البيت. طبعا تهيألي معظم البيوت كده يعني. عملنا كل حاجة، روقنا كل حاجة، نظفنا تنظيفات العيد، غسلنا الستاير دي وعلقناها. بس طبعا ايه، لازم البرمة دي نبرمها كده، لان ايه، كنا بنمسح الارض ولسه لما نفرش خالص بقى هنقوم ايه حاطين الستاير ومعلق يعني منزلينها بقى وعاملينها بشكلها. طبعا باذن الله هعمل لكم جولة ان شاء الله في الشقة بعد فرش العيد. طبعا بعد ما نخلص خالص، في برضو حاجات تانية انا محضراها. كل ده بعمله يوم الوقفة، ان انا بسيب الحاجة بالمنظر ده وهي السجاجيد حطها على جنب عشان هفرش بقى دلوقتي باذن الله. خليكم بقى معايا. ترابيزة السفرة بقى محضرة الحاجات اللي انا هعلقها. زينة العيد اهي، الكيسة بتاعت الزينة، بحط الحاجات قدامي عشان ما انساش حاجة، بحطها كلها على ترابيزة السفرة. واخر حاجة بفرشها هي السفرة، بحط عليها كل اللي انا عايزاه، وحاطه كمان عليها المفارش اللي انا هفرشها في الشقه، يعني بفرش السفره، المفارش الصغيره بتاعت الترابيزات وكده. كل سنه وحضراتكم طيبين ومعيدين يا رب في خير وفرح وهنا يا رب. ومحضره اهي طبق التسالي، لسه ما حطيتش فيه حاجه. خليكم بقى معايا النهارده في الليله الجميله دي. هفرجكم على كل حاجه، والطبق ده ملوش اي 30 لازمه، هشيله برده، بس دول الحاجات اللي انا ايه حطاها. وكمان البونبوني بتاع الولاد برده حطاه في الكيس ده، البونبوني، عشان دلوقتي هطلع واحط بقى، والبنات بقى بيساعدوني وكده. هنخلص باذن الله ونخلص الشقه كلها ونقوم فرشين وكده، وبعد كده نرجع نشوف هنكمل الروتين بتاعنا بتاع يوم الوقفه ازاي. كل سنه وانتم طيبين. يوم السحور او سوري يوم الوقفه، لازم اعمل الجيلي. طبعا انا مش عامله قليل ولا حاجه، بس انا طبعا مش دول بس اللي عاملاهم، انا اكتر من حاجه عاملاهم لاني بعمله طبقات. فعامله ده لازم، ده عندي شيء بقى من اهم الطقوس اللي بعملها. لازم كل سنه في العيد، لازم طبعا احنا بنعمله كل السنه، بس لازم بقى للضيوف واللي جايين وكده، بحب اعمل اللي هو كذا طبقه. فانا دلوقتي عامله الطبقه الاولانيه بقى، وهدخلها طبعا شويه كده وهتجمد او هتمسك، اقوم حاطه عليها الطبقه الثانيه. دي من الحاجات اللي انا برضو بحضرها يوم الوقفه، عشان بكره تاني يوم العيد تبقى جاهزه في الثلاجه. معظم الحاجات اهي قربنا نخلصها خلاص. هنبتدي بقى ننفخ البلالين دي، يعني بنشطب كده خلاص. بنفخنا واحده اهي، هاتيها هنا يا لولو. اهي لولو بقى بتنفخ معايا. دي لونها روز. وهنخلص بقى البلالين كلها ونحط مفرش السفره بقى، ونشوف بعد كده هنعمل ايه في روتيننا اللي يوم الوقفه. الحمد لله البيت اتفرش وتمام. نبتدي بقى نحط بقى الحاجات اللي هنقدمها ان شاء الله للضيوف. طبعا ده البونبوني والحاجات اللي احنا جايبينها مع بعض. هجيب اللي هو الطبق ده، اللي هو طبق التوزيعات ده، اللي هو يعني طبق تسالي اهو. ودي الاطباق بتاعته، انا حطيت سوداني فيه، حطيت سوداني. هحطه بقى هنا كده، وابتدي بقى احط ايه، ابتدي بقى فرحة العيد. طبعا احنا لسه برضو لسه بعد ما نعمل الحكاية دي، المفروض ان احنا مثلا هنعمل ماسك او حاجة، وربنا يسهل يعني ان شاء الله. فهنحط مثلا بونبوني كلير ده هنا اللي هي في دي الخضرة دي كده، ايوه، ونقوم بقى حاطينها هنا اهي معاها. وهاتي بقى الاصفر ده يا لولو، حطي فيه الفندق مثلا، جبنه اهو ده. لولو طبعا بتساعدني، فرحانه طبعا فرحه العيد بقى، انتوا عارفين كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يفرحنا يا رب، يفرح ولادنا بالحاجات الجميله دي كلها. نحطها بقى، ايوه حطيها كده شاطره. يلا في ايه تاني، في لبني وفي اورنج، حطي يلا في الاورنج ده البونبوني. الفقش ده اهو، هجهزها بقى كده واحطها بقى عشان الضيوف. ايوه فاضل واحده اهي، اللبن دي حطي فيها النوبه. تمام، حطي الفندق تاني هنا بس كده، اما يخلص نحط تاني. ايوه
كده خلصنا اهو من الحاجات اللي هي هتتحط في طبق التسالي ده او طبق التقديم. لسه برضو بقى الكحك والبسكوت هحطه ان شاء الله، وهفرجكم على شكله. كمان حنين وحلا بقى هحط لهم في الطبق اللي وريتهم لكم في المشتريات بتاعت العيد. الطبق ده اللي على شكل وش ميني هنحط لهم فيه شوية حاجات من البومبام اللي هيختاروا بنفسهم، الحاجات اللي هم بيحبوها يحطوها اكتر. حطي حطي عشان وهم قاعدين في اوضتهم ان شاء الله ايه يروحوا ويجوا ياكلوا ايه ياكلوا فيهم. ايوه حطي حبه هنا وحبه هنا. ايوه شوفي انت عايزه تحطي، عايزه تحطي حاجه نوع تاني حطي. احنا بنحب دي اكتر حاجه. ماشي يا قلبي ماشي كده، احنا اهو حطينا شويه هم حلوين اهو تمام. دول اكتر حاجه هم بيحبوها. عملنا التسالي بتاعت الضيوف وبتاعتنا برضو، وممكن تيجي تسالي تانية الله اعلم، يعني على حسب ايه، على حسب التسائيل. وده كده هنحطه في الاوضه بتاعت حنين وحلا، والباقي بقى دول هنشيلهم لما يخلصوا نحط مكانهم. ده كده احنا خلصنا ايه التوزيعات. لسه برضو الايه الحاجات بتاعت بس يا ماما، الحاجات اللي هي التانية بتاعت اللي هو الكحك والبسكوت. نطلع برضو الكحك بقى والبسكوت، هنفتحه اهو ونحطه بقى في الايه في الطبق بتاعه. هنشوفه مع بعض كده ايه لما نرصه. عملنا الطبق الاول هنحط فيه الكحك والبسكوت برضو عشان نحطه برضو للتقديم، وممكن برضو نضيف عليه حاجات تانية. هنخلص بقى اوام الحاجات دي كلها علشان بقى نروح نعمل ايه، نروح بقى ايه ولادي بناتي ياخدوا الشاور بتاعهم، يعملوا لو هيعملوا ماسك لو هيعملوا شعرهم، نشوف ان هيعملوا ايه عشان برضو كل سنة وحضراتكم طيبين عيد بقى. قبل بقى مرحلة الشاور ان شاء الله، اول حاجة هنعملها انا وبناتي الحقيقة بنستخدموا الصابونة دي، صابونة جليسرين. احنا جايبين واحدة جديدة عشان العيد، استخدمناها قبل كده طبعا وخلصت، جبنا واحدة جديدة. الاول هنغسل بيها وشنا كويس قوي، احنا عشان بس المرة دي ما جبناش غسول، بس الصابونة دي جميلة قوي. نغسل وشنا، وبعد ما نغسل وشنا وممكن نعمل حمام بخار، بعد كده هنعمل الماسك ده، وانا شايفاه ماسك حلو جدا واستخدمته قبل كده لقيته كويس. هيعملوا ماسك بقى على وشهم، بصراحه انا عملته واستخدمته لقيته بينور الوش. فهم هيعملوه كمان، هيدخلوا قبل ما يدخلوا هيعملوا ايه حمام كريم كده بوناويل او فاتيكا، احنا عندنا الاثنين، فيعملوا حاجه منهم هم في الحمام وكده، يعني الحمام الكريم هيعملوه بعد، وبعد ما حمام الكريم في نفس الوقت هيعملوا الماسك بتاع الوش عشان يستعدوا بقى ايه للعيد. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي خلاص الفجر اذن، هنبتدي بقى ايه نستحمى او ناخد الشاور بتاعنا. انا حضرت دي، يعني بتبقى ايه بتبقى عادة كده كل سنة لازم احضر للبنات الشباشب بتاعتهم اللي هيلبسوها في العيد الصبح، يعني احنا كده ايه العيد فجر العيد يعني. والبيجامات بتاعتهم اهي، والتوك كمان انا محضراها علشان هيدخلوا بقى يلاقوا الحاجه دي يفرحوا بيها، وبعد كده يدخلوا ياخدوا الشاور بتاعهم ويبداوا بقى ان شاء الله عشان لو رحنا صلاه العيد باذن الله. طبعا واحنا نازلين صلاه العيد بنحب نعمل تقليد كده، يعني انا عودت البنات عليه بصراحه. هو حاجه يعني ايه من باب مثلا يعني تهادوا تحبوا، يعني مش عارفه، بس حاجه كده ايه يعني جبر خاطر، حاجه كويسه للاطفال. فبجيب كل سنه مثلا كيس او كيسين، انا جايبه كيسين منه اللي هو ملوكي ده على الولاد الصغيره هناك وكده. وبصراحه انا لو اقدر ان انا مثلا اجيب حاجه تانية كنت جبت انا جاي حاجه زي دي بس تفرحهم وتدخلوا السرور. يا ريت انتوا كمان تعملوا كده، دخلوا السرور في قلب الاطفال اللي يقدر يعمل اي حاجه يعملها. ربنا يا رب يسعدكم جميعا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. اخر حاجة بقى هحضرها هي هدومي وهدوم زوجي. انا طبعا دي العباية اللي ان شاء الله هلبسها الاستقبال مثلا، هو يعني اخواتي هم اللي بيجولي، اخواتي الرجالة وسكان عيال اخواتي وكده، واخوات جوزي برضو. لو اخوات جوزي هلبس طبعا حاجة بكم وكده والطرحة، لو اخواتي بقى هقعد عادي طبعا قدامهم برضو بعباية، بس ايه يعني ممكن تكون نص كم او حاجة. وحضرت لزوجي العباية اللي هيلبسها ان شاء الله نروح نصلي بيها، هي اول مره يلبسها فجديده. حضرتها له وحضرت له كمان كل حاجه، وحضرت له البرفان اللي هيحطه. وطبعا انا هلبس العبايه السود، يعني هلبس عبايه او هلبس جيبه وبلوزه مش عارفه عشان اروح اصلي. وبكده نكون خلصنا تحضيراتنا لليوم الوقفه ويوم العيد. خلاص هننزل بقى نصلي.
كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب معيدين في هنا وسرور. وادعوا لنا بقى دعوة حلوة، وشكرا والسلام عليكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.